بقول لحضرتك، هو انا لو عينا مبلغ في البنك بنية الاستثمار، فهل الفوائد بتاعته هتبقى حرام ولا ممكن اتصدق بيها ولا ايه؟ مبلغ في البنك بنية الاستثمار، ان هما يستثمروه، هما بيقولوا احنا بنعمل مشروعات. اولا واجب علي ان اقول لك ان الربا حرام، ثانيا المال عليه زكاة. السلام عليكم.